السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير. من المسائل المهمة والتي يكثر السؤال عنها، إذا دخلت المسجد وأدركت الإمام راكع، هذه مسألة حدث ولا حرج في السؤال عن هذه المسألة وفي طلب الحديث عنها بالتفصيل. هذه المسألة لا تخلو من حالات، تقريبا 4 حالات. الحالة الأولى، المسألة الأولى، إذا أدركت الإمام راكع فإنك تكبر تكبيرة الإحرام، وأنت واقف يجب عليك أن تكبر تكبيرة الإحرام واقفا، ثم تركع ثم تدخل مع الإمام وهو ما زال راكعا. هذه لا إشكال فيها أنك تعتبر مدرك للركوع. المسألة الثانية، أنك إذا كبرت تكبيرة الإحرام واقفا ثم كبرتها للركوع، رفع الإمام مباشرة وأنت ما زلت واقف، في هذه الحالة لا تعتبر مدركا للركوع قولا واحدا. المسألة الثالثة، أنك إذا أدركت الإمام راكعا ثم كبرت تكبيرة الإحرام واقفا ثم هويت للركوع، وقبل أن تلمس يديك ركبتيك رفع الإمام قال سمع الله لمن حمده، فهنا لا تعتبر مدرك للركوع فاتك الركعة. الحالة الرابعة، تكبر تكبيرة الإحرام واقفا ثم تهوي للركوع ثم تضع يديك على ركبتيك، لكن قبل أن تسبح حتى تسبيعة واحدة رفع الإمام قال سمع الله لمن حمده، أنت الآن ما سبحت لكن يديك الآن على ركبتيك، ففي هذه الحالة تعتبر مدرك للركوع حتى لو لم تسبح إلا بعد رفع الإمام. هذه الحالة تعتبر مدرك للركعة، وهذا ما تيسر لك. وفق الله الجميع.